متابعينا في السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنبدأ بتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث يكون الطقس صافي، درجة الحرارة 32 درجة مئوية الملموسة 30، الرطوبة 10%، أما الرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلات أسرع. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا تفرق لبعض الغيوم 34 إلى 24، عرعر 34 إلى 21، تبوك 33 إلى 22. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 38 إلى 23، جدة 36 إلى 23، مكة المكرمة 40 إلى 26، الطائف 31 إلى 20. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 27 إلى 20، أبها 28 إلى 19، أما جازان 34 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الإحساء 36 إلى 24، أما الدمام وحفر الباطن 36 إلى 23 مع تفرق لبعض الغيوم. المنطقة الوسطى، نبدأ بالعاصمة الرياض، تفرق لبعض الغيوم 35 إلى 23 درجة مئوية، بريدة 34 إلى 22، أما حائل 31 إلى 20. إلى اللقاء.